تحية الناس اللي عندنا الجاز ما حولتش واقيلا غنزد المركز بس ادو مع الراجل اهواي ادو مع الراجل عبد الملك سعد عبد الحاج ايوه حاشا حاشا شغل على الملك سعد يديروا بعد مسافر بس ما تسمعت بيش في دوزين ليش؟ كل واحد بوحده ها؟ كل واحد بوحده لو بغيت يتعمر على دوزين تروح تخدم دوزين خدم خمسة سنين مش أربعة لا فوق ميتين وستين عم ما يخشى خلينا نزيدو شويه لي اخويا الله يحفظك عندك عندك اجي ولدي هنا الله يرضي عليك زيد شويه اخويا الله يحفظك هنا باش نبينو البنت دار لا فوكا مرحبا أوه. والناس مع أخوه مشاهدي قناة شوف تي في مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من نواحي مدينة الدار البيضاء وبالضبط من قلب السوق الأسبوعي بوسكورة للأسف 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 اليوم ولينا كنشوفوا المواطنين من قلب السوق أنهم كيتقداو لافوكا بدل ما أنهم كيتقداو الدجاج علاش؟ لأنه لافوكا اللي كتشوفوا الآن دايرة غير 13 درهم يعني 260 الدجاج فاش كتمشي تسول عليه كتلقاه أكثر من 20 درهم 23 درهم 24 درهم حتى 25 درهم فغادي نشوفوا بعض التفاصيل بخصوص هاد اقبال لك اليوم على لافوكا السلام عليكم اخويا وعليكم السلام ورحمه الله عليك الحمد لله اللهم لك الحمد اختي قول لي دابا مدام لافوكا كتلف ديال لافوكا اختي بالنسبه لدابا بالثمن فهمتيني اختي ملي تشري السيا كلشي غيدي الدواويش اللي عنده اللي ما عندوش كلشي غيشرب لافوكا وختي حنا هادشي ديال الدجاج وهادشي اختي هذوك الناس بحدهم هذوك الناس اختي اللي وصلوا لواحد الدرجه كلشي غلى العلب غلى الحال سخون الحراره الدجاج ما تيبغيش الحراره ما تيتقبلهاش حتى الله يحسن العون كاع اللي في دومين الله يحسن العون شحال داير اليوم لافوكا خويا لافوكا اختي 260 ريال 260 باش نبيعو فيها وكاين اقبال مع الناس عليها كياخذوها تياخذوها من عندي اختي تديوهم لعدي الناس تديوها تديوها للجورنال تطيب هذه طيوح طايحه من الشجر هادي طيوح هادي ماشي قليع هادي طيوح حتى طيح من الشجر تنجيبوها الناس دراوش الناس ضعفاء السلعه الاخرى خشي تتشد تيشدوها الناس تيشريوها تيدخلوها للمواكز تيدخلوها للفريكوات تيدخلوها تيديروا لها تيبخروها تيبخروها لمده 24 ساعه ويطلقوا عليها شي 15 دقيقه ديال الغاز باش تتبخر عاد تيخرجوا تيبيعوا الثمن واخا شنو هي الانواع ديال لافوكا اللي عندك اليوم اخويا انواع ديال لافوكا اختي عندي هادي اختي هادي لا هادي جيطانو هادي جيطانو هادي اختي الهاس هادي هي اللي تتصدى لاوروبا هادي جيطانو هادي الهاس هادي الهاس نفس الثمن اخويا نفس الثمن 260 ولكن هادي القليع ديالها
تيوصل حتى ل 15 درهم 16 درهم دابا في الجمله. جمله لا توصل القليع ديالها اللي تدخلوا الناس للموارد. واخا شنو السبب اللي خلى لافوكا انها ترخص؟ السبب اختي دابا هاد الوقيته ديالها تبدا تطيح، تبدا تطيح من الشجر. تضرب مع الحال سخون الريح تبدا تطيح، تبدا تطيح. الشجره دابا الكامل تبدا تطيح، ما عندهمش هما الرباح تبقى طايحاتهم، الله ما يستافد منا البشر. حنا كنعرفوا خويا انه من بين اكثر الانواع اللي كان انواع ديال الديسيل اللي كتكون غاليه في الكثير من الاوقات هي لافوكا. لافوكا اختي كنشوفوها هي رخص من الدجاج ورخص من كل شيء. لافوكا من هنا لواحد 3 سنين ولا 4 سنين ان شاء الله غتولي لافوكا موجوده عندنا في البلاد بزاف كاع. لافوكا اللي غتوصل لواحد الدرجه نولوا ناكلوها ب 10 درهم 15 درهم، ماشي اللي غيكون ان شاء الله. يعني غترخص؟ غترخص. لافوكا رخيصه، لافوكا شحال من عام وهي رخيصه، كاع على غلا توصل حتى 60 درهم عندنا في البلاد. انت ملي كتجيبها خويا اللي جبتيها؟ اختي انا جبتها البارح من تول الاثنين، تول حد ولا تجلول. من الغرب؟ اه من الغرب اختي. اييه دابا انت عندك جوج انواع ديال لافوكا ولا عندك بزاف الانواع؟ عندي ثلاث انواع دابا مع سميتو كاين الشجر بزاف دابا تدخل للفيرما. اييه الشجر بزاف الخدامه تيبقاو يلقطوا كل شيء، تيلقطوا العاص يلقطوا باكوم تيتلاقاو مع الفوايا تيطيحوا مشي الرباح تبقى تم غتبقى تضيع. اللهم نستافدوا منا حنايا ونستافدوا منا. شنو الفرق ما بين ثلاث انواع؟ ورينا خويا ثلاث الانواع اللي عندك. ثلاث انواع اختي، كاينه هاد الماكو. اييه باكو هذه جيطانو، كاينه هذه باكو، كاينه هذه الهاص، كاينه هذه اختي فويتي. ها هذه هي الحاشه ما بيناتهم. هذه دابا الفرق بيناتهم دابا هذه في العصير ديالها تجي قويصحه شويه في العصير، ما تعطيش العصير لا ما تديش العصير مزيان، ديال الشلاده هذه ديال بان الشلاده. هاد الماركه باكوم تدي العصير. هاد الجوج هادو راه هاد الجوج راه مدي البطوله في السوق، هادو فويتي والعاص هما اللي مدي البطوله، هما اللي مدي البطوله. علاش فيهم الجوده هادو بزاف تيخطوا العصير اختي. واخا والمواطنين شنو هو النوع ديال لافوكا اللي كيفضلوا اللي كيتقداو؟ الناس المواطنين تيفضلوا يديو العصير فويتي عندنا، تيقول لك الملسة، تيقول لك الملسة تجي ناقصة بالعصير. ياك كيبغيو اللي كتكون ديال العصير. اه تيبغيو تكون اه ديال العصير اختي. واخا خويا في نظرك قلتي لنا بانه السبب اللي خلى انه لافوكا ترخص هي انها موجوده، ماشي موجوده لا دابا هذا العام كاين طوناج تبارك الله. ها هو دابا لافوكا حنا تنشريوها الطيور، تنشريوش القليع. دابا القليع الا جبناه هنايا خاصنا نقولوا لهم 20 درهم 25 درهم. 20 درهم راه رخيصه اخويا. واه رخيصه ب 20 درهم. يعني رخص من الدجاج بعد. رخص من الدجاج. المهم رخص من الدجاج. والله احسن 25 درهم. الشعب المغربي راه تياكل الدجاج. تتمنوا من هاد الناس صحاب صحاب العالف وصحاب تعاونوا شويه مع موالين الدجاج. دابا انت خويا بغيت نسولك واحد السؤال، لو كنت انت ك يعني ما كنتش كتبيع لافوكا لقيتي لافوكا دايره 13 درهم لقيتي الدجاج داير 25 درهم، شنو تاخذ؟ غتشوف تتعيا وغتصبر دي لافوكا وغدي الدجاج. دير عصير لافوكا. الشعب المغربي صبار تيصبر في كل شيء. ولكن راه غتفضل لافوكا على الدجاج. ما غنفضلش لافوكا على الدجاج، الدجاج من الاساسيات اختي. اي ولكن الا كان غالي تاخذه. احنا دابا المغاربه الا كان غالي غناخذوه، كان رخيص غناخذوه. هذا هو الشعب ديالنا. على حسب القدره الشرائيه ديال المواطنين. واه الشرائيه، القدره الشرائيه الناس الله يحسن العون. الناس راه كاين الضعفاء والبسطاء بزاف عندنا في البلاد. الله يحسن العون، كاين اللي مسكين واكل الدجاج، كاين اللي ما تياكلو من السيمان للسيمان. كاين اللي دابا مسكين جايبه معاه 1000 ريال السوق باه تسوق به، باه تدي منا الخضره، باه تدي منا داك الشيء. راه 1000 ريال ما بقاتش تقضي والو. كاين اللي خدام دابا مسكين باه تسميك في 60000 ما دير ليه والو. انا مع نفسي تنقدر نكونسومي حتى 150 درهم 200 درهم في النهار بوحدي. اختي اما بين بلية ومصروف وها ودوران من هنا تلقى راسك تخسر 4000 للشاري. بالنسبه لواحد مسكين راه كاري ومجوج وعنده وليدات هو الله يحسن العون، راه ربي معانا وصار. داك الشيء اللي كاين اخويا، شكرا لك. الله يحفظك. الله يحفظك اختي. مشاهدي قناه شوف تيفي كما شفتوا معايا لافوكا اليوم السوق دايره غير 13 درهم، انتم تبارك الله كاينه بحتى الانواع ديالها اللي ذكر لنا السيد. يعني كاين انواع، يعني اربعه انواع ديال لافوكا كاملين دايرين 13 درهم فقط، بدل ما اننا كنلقاو خلينا الاخ اساسي وخص يكون في كل بيت مغربي وصل 25 درهم. فنلقاكم ان شاء الله في بث مباشر اخر، الى اللقاء.